حياكم الله بأكاديمية نورسيم، أسبوع جديد وعندنا أهم المستجدات الأسبوعية لأخبار أسواق المال العالمية. عندنا حاليا أهم الأخبار أو أهم محرك الأسواق حاليا هي أزمة الدين الأمريكي، حيث تتجه الأنظار بشكل مباشر نحو مفاوضات بين الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس النواب الجمهوري لرفع سقف هذا الدين، ويتأثر أو تؤثر هذه المفاوضات بشكل مباشر على الدولار الأمريكي اللي قاعد نشوفه يسجل تقلبات وقت انعقاد هذه المفاوضات أو خلال انعقاد هذه المفاوضات وبانتظار أي نتائج لهذه المفاوضات. تقلبات هذه الدولار الأمريكي يعني تأثر بشكل مباشر على العملات مقابل الدولار، وقاعدين نشوف هذا الشيء على الاسترليني، على اليورو، على الين الياباني. بداية هذا الأسبوع في عندنا تعثر للدولار الأمريكي، الاسترليني قاعد يسجل ارتفاعات واليورو قاعد يسجل ارتفاعات، بينما الاسترليني واليورو سجلوا أدنى المستويات في 3 أسابيع خلال نهاية الأسبوع الماضي. ايضا هذه التقلبات اللي قاعده تصير على الدولار الامريكي لها تاثير ايضا وايد قوي على الذهب. اذا ننتقل على الذهب ومحبين الذهب او متابعين اسعار الذهب، عندنا تراجعات طفيفه مع بدايه جلسه اليوم، الاسعار قاعده تدور حول 1975 دولار للأونصة الواحده، علما ان الذهب تعرض لتقلبات حاده الاسبوع الماضي، فقد مستويات 2000 دولار للأونصة الواحده، حيث تراجع من مستويات 2024 دولار للأونصة، سجل 1952 دولار للأونصة، ليعود مع نهاية الأسبوع الماضي ليسجل عند المستويات 1975 أو 78 دولار للأونصة. هذه التقلبات قاعدة تصير بفعل حركة الدولار الأمريكي بشكل وايد قوي. هذا اللي عندنا للحين، خلكم متابعينا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي عشان تعرفون أهم المستجدات اللي راح تحصل على الأسواق بعد صدور نتائج أو المفاوضات بين الرئيس الأمريكي ومجلس النواب الجمهوري. حياكم.